انا لا ليست هذه كاع فرحت باسكو الي لوجيك الي جوست. كاينه حاجه ما عجبتنيش وبالك كاين بعض انصار المولوديه بالك ما عجبهمش الحال، مي انا نقولها ما رانيش انا باش يرضوا عليا الناس، انا نعطي رايي. رايي انا ما عجبنيش الحال كي دا بالليل. لماذا مصطفى لماذا؟ انا بور موا وكان دا بالليلي ما داش لسيدي موسى كنت نقبلها، فهمتني؟ كي دا بالليلي يعني قبل ما يديروا في الاعلان خرجوا معلومه انه راهو في سيدي موسى هو يدرب مع لاعبين في نقص المنافسه. صافي دير واش كنت نقول لك انايا، قلت لك انا نحب ونموت على بليلي كي يكون في المستوى يعني يعطيك الفرجه. واش قلت لك؟ قلت لك مازالو ناقص هكذا، وبالماضي الحمد لله سمعني هكذا. كيفاش جابوا لسيدي موسى وداروا او يبريباري سيك مي بالماضي عشان ليك ناقص. وانا لكن سؤال اللي بقى مطروح انا هكذا، المدرب هذا تاع المولوديه بوميل نورمالمون يكون كما يقولوا ذكي، ماشي يكون ذكي، يكون اونيت ويعطينا لافيش تكنيك تاعو اكزاكت. باسكو كي تشوف بالماضي باسكو على بالو بلي كان اللاعب خارق للعاده بصح وناقص، رغم ذلك عطالو فرصه ياك. نورمالمون هذا يحقر روحه، بومال يحقر روحه باسكو ديت لك جوار بصح ناقص ولعب دي ماتش تاع الشامبيونا بهذا المستوى، وبالماضي دي يدرب مع لاعبين ناقصين منافسة. دونك مي كما يقولوا درك مازال 15 يوم، كاين 16 تاع طوغو في لومي، دونك بالليلي عنده يعني فرصه 17 يوم فرصه باش يكذبني انا ويكذب لي يعني ما عجبهمش الحال. بون كي نقول ما عجبنيش الحال انا ما عنديش الضروره الدق، انا درت لك قراءه اونكور فوا. انت ما كنتش حاب مصطفى يكون يوسف بالليلي؟ انا صراحه انا لا ليست هذه ولا غير لا فوس نوت، وكان بالرحمه في بلاصه بالليل باسكو سي بالرحمه شارك كاع الطربوسات.